محافظ صلاح الدين يدعو لاعتماد رؤية واضحة تكون جاذبة للاستثمار الإيجابي والبناء بتوزيع المهام بين الدوائر. وصول وجبة جديدة من أموال التعويضات إلى صلاح الدين، وقانون العفو العام يزيد سخونة الانتخابات بالمناطق المحررة. سجال سياسي بأعداد المرشحين وناخبين في مجالس المحافظات، وائتلاف إدارة الدولة يرفض فكرة التأجيل. ولجنة تحقيق في أسباب وفاة نزيل في سجن التاج المركزي، والاستخبارات تقبض على إرهابيين أحدهم في مخيم الجدعة.